بسم الله. الو ايفري وان حبايب قلبي. الصف الاول الاعدادي اخر حاجه في المنهج، هنراجع الهوم ورك ده. رنا اند مايا ار توكن اباوت ذير فيفرت فود، بيتكلموا عن الطعام المفضل. واتس يور فيفرت فود، ايه طعامك المفضل؟ وبعدين الاجابه، وبعدين كوشري، فانتاستيك، يبقى عرفنا هو ايه. ذير رايس لينلز توميتوز اند باستا، يبقى هتقول لها ايه مكوناته. Yes, it's very delicious. هل هو لذيذ؟ ايوه لذيذ. What else do you like? ايه تاني بتحبيه؟ كذا. What about you? طب انت ايه؟ بحب كذا. Wonderful. يبقى what's your favorite food? My favorite food. ايوه my favorite food is kosher. ولو حبيت تجاوب على السؤال ده بI like عادي جدا. ممكن تقول I like kosher او my favorite food is kosher. مين هيقول لي هنا؟ قول يا صاحبي. What are its ingredients? برافو عليك. ما هي مكونات؟ What are its ingredients? ما هي مكوناته؟ قال لي rice, lentils, رز وعدس, tomatoes and pasta. الإجابة yes, it is very delicious. قايلين لما الإجابة تكون yes نسأل بالفعل المساعد اللي هو إيه عالية؟ Is it delicious? هل هو لذيذ؟ Yes. بس ده سؤال. فهمت قصدي؟ ما ينفعش اقول I think it's delicious. ليه؟ لأن ده سؤال. لو كانت جملة ينفع طبعا. What else do you like؟ ايه تاني بتحبه؟ ارزع أي حاجة بقى. I like rice pudding. ماشي. I like rice pudding. عشان خاطرك بس. What about you? طب انت ايه بقى بتحب ايه؟ I like. ادينا اي حاجة ارماس. باستا. ماشي. I like pasta too. انا كمان بحب المكرونة. Everyone loves snacks. كله بيحب الوجبات الخفيفة. But some snacks are bad for us. بس بعضها مضر لينا. What's the best way to enjoy healthy snacks? ايه افضل طريقه يا مينا تستمتع بها بهيلثي سناكس، الوجبات الخفيفه الصحيه؟ It's okay to eat crisps. عادي ان انا اكل crisps and cakes sometimes، بس احيانا. But you should not eat too many of them. بس ما ناكلش منهم كتير. Crisps have a lot of fat and salt، لان فيها فات كتير وسولت، فيها دهون وملح. Cakes, chocolate and biscuits have a lot of fat and sugar. الحاجات دي فيها سكر ودهون كتير. Too much of this type of food، لما يبقى بناكل حاجات كتير من النوع ده، is bad for our bodies، ده مضر الأجسام. Fruit is a great snack. بص بقى الحاجة الصحية في السناكس ايه؟ Fruit. It's good for us، مفيدة لينا. And most people like its sweet taste، معظم الناس بيحبوا طعمها الحلو. المرة الجاية هطلعك بره. You should eat between 2 and 4 pieces. خلي بالك عشان هيسألني بعد كده عن العدد. في وقت من الاوقات المفروض اكل كام حته فاكهه، قطعه فاكهه، واحده فاكهه؟ من 2 to 4 pieces every day. Beans and vegetables do not have much sugar or fat. الفول والخضروات ما فيهمش سكر او دهون. They are very good for us. دول ممكن يبقوا سناك جميل. So we should eat a lot of them. them اللي هم مين؟ اخر حاجتين قال عنهم اللي هم beans and vegetables. قال لي بقى snacks like hummus، الطحينة with carrot ومعاها الجزر and pepper والفلفل are delicious، بتبقى لذيذة. We should be careful، نكون حريصين بقى. Even with healthy food، حتى مع الأكل الصحي. خلي بالك الجملة دي بتيجي كتير وناس كتير بيروحوا واخدينها unhealthy food. لا خلي بالك من حتة even دي. Even يعني حتى، لازم نكون حريصين حتى مع الأكل الصحي. Fruit juice has got a lot of sugar. في كتير من السكر هو كمان العصير. So we enjoy. We should not drink too much of it. حتى لو كان صحي ما نشربش كتير منه. Olives الزيتون بقى. Meat اللحمة. Fish sometimes have a lot of salt. بيبقى فيهم لحمة بيبقى فيهم ملح كتير. كلمة delicious يا محمد is the opposite of delicious. يعني يا حبيب لذيذ. opposite يعني ايه؟
تيربل عكسها تيربل سيء. حمزة the underlined pronoun them refers to لا ده احنا معلمين عليهم فوق beans and vegetables. ما نركز شوية شباب يلا اد fish sometimes have yes الملح ساعات بيبقى فيه a lot of salt ملح كتير. What is the main idea of the passage؟ فكرة الرئيسية للنص ايه رأيك هنا؟ healthy food سهل جدا الكلام، او ممكن نقول healthy snacks لانه حدد يعني ان احنا بنتكلم عن healthy snacks. تفضل عمر. What do you think about snacks؟ بص مبدئيا كل كده قول لي what do you think about كذا، هنجاوب نقول ايه بغض النظر عن ان انت يعني بقيت الكلام. what do you think of عمر يبقى هقول I think عمر is. what do you think about snacks يبقى I think snacks are. what do you think of عفاريت I think عفاريت are. فيعني بص هي what do you think دي الاول اقول I think، والحاجة اللي هو بيسأل عليها snacks طالما جمع نقول ار ونديها اي وصف بقى I think snacks are delicious. I think snacks are delicious. واحد تاني يقول لي I think snacks are bad for us. I think snacks are good for us. How much fruit should you have every day يا عم فارس؟ ايوه انا قلت لكم يا شباب واحنا بنقرا قلت لكم هيجي يسالني يقول لي كم قطعه فاكهه المفروض ناكلها وكم واحده فاكهه 2 or 4 every day. مين بعد؟ تفضل يا صديقي. Is sweet spices used in cooking؟ بيقول لك sweet حاجة من التوابل طعمها حلو بنستخدمها في الطبخ. هل هي هامز الطحينة؟ صلت الملح؟ سينامون القرفة؟ اوليف الزيتون؟ سينامون القرفة دي سبايس سويت سبايس يعني دي إحدى التوابل اللي طعمها حلو. Can you tell me the space of this delicious dish? Ingredients برافو. ممكن تقول لي المكونات بتاعت الوجبة اللذيذة دي؟ عاطف Egypt is famous for many things من ضمنها الأكل اللذيذ A B C D including من ضمنها الأكل اللذيذ. Egypt is famous for many things. مصر مشهورة بحاجات كتير including من ضمن الحاجات دي it's delicious food أكلها اللذيذ. Chocolate and biscuits contain a lot of شوجر برافو. الشوكلت والبسكوت دول بيبقى فيهم سكر كتير. مين اللي جنبك حازم؟ اتفضل حازم. There is an Egyptian food on the menu. في اكل مصري موجود في المنيو في قائمة الطعام. اتفضلي يا صف. Crisps have a lot of مين؟ انت مستخبي تعال. Crisps has a lot of a lot of fat فيها دهون كتير. يلا يا صاحب. I went to the pyramids last week. They were amazing. كان الأهرامات دي amazing رائعة مدهشة. يلا يا رودي. ده مين أمل؟ Would you like برافو Would you like some coffee؟ سؤال العرض تدي فيه some. رودي you space make noise in the school library. برافو عليك. you shouldn't make noise. يجب الا تحدث ضوضاء في school library because people are reading. there are classrooms in our school. برافو عليك. classrooms جمع مني هي اللي بيجي بعدها جمع ممتاز. we should eat healthy food. برافو يا رماس. we don't have إني عشان النفي برافو يا شاب. عليا there is too many people. برافو عليك لأن people جمع يبقى there are too many people. there are too
ميني بوكس، برافو يا حبيبي، لان بوكس جمع، ميني هي اللي بيجي بعدها جمع، او ماتش يجي بعدها لا يعد. Is there any cheese in rice pudding؟ هل في اي جبنه في الرايس بودينج؟ No, there isn't. فيش جبنه في الرز بلبن. I like nuts. يبقى ما هي، ما هو طعامك المفضل؟ what's your favorite food؟ او الاحلى ان انا اقول what's your favorite snack، لان nuts دي من السناكس. مين اللي قال what do you like to eat؟ صح جدا. I like nuts. What's your favorite snack? What do you like to eat? What would you like to eat? What snack do you like? What food do you like? كل دايما. مين اللي عليها الدور؟ اتفضلي يا حبيبتي. I have a big apple. معايا تفاحة كبيرة. We can share it together. ممكن نقسمها مع بعض. لوجي حبيبتي. Is the things you need to do an activity. The things you need to do an activity. الحاجات اللي انت عايزها عشان تعمل نشاط. Equipment. قال لي المعدات صح. They don't have any. ليه انا صديقي؟ عشان النافي. برافو. There are a lot of delicious dishes. برافو. Breakfast is very important. Meal ده وجبة مهمة to start your day، عشان تبدأ بها يومك. اتفضل يا صاحبي. You should. يلا معاك. Should و should انت بيجي بعدهم المصدر يا معايا. يا نهار اسود. You should listen carefully to your teacher. Should و shouldn't لازم مصدر يا حبيبي. حطيت لي المصدر ING دي منين؟ هنا نقرا الباراجرافس كويس، شم النسيم والزيطه دي. طب ما تيجوا نعمل حاجه حلوه، ناخد بقى من اول ليله. شقلب بقى الكتاب بتاعك وقول معايا. محمد and Mona are talking about using technology at school. بيتكلموا عن استخدام التكنولوجيا في المدرسه، فبيقول له do you use technology at your school؟ Yes I do. أو yes we do، لأنه بيتكلموا عن نفسهم. We use tablets، بنستخدم التابلتس. Really؟ Can you use a tablet؟ Yes إيه؟ Yes I can، أو yes of course. هنا سؤال إجابته we use tablets in all subjects. مين اللي هيقول لي السؤال؟ مش وين، هو ما قالش وقت. What time برضو بيسأل عن وقت. هي انت بتقول صح او بس ارمي اندي في الاخر، خلي اندي في الاخر. ان ودي عربي، انت بتترجم بالعربي. هي اندي صح بس هترميها في الاخر، يبقى اكتب what subjects in بس. what subjects، حلو يا عموشي برضو. what subjects، ما المواد do you use tablets N. ما المواد اللي بتستخدم التابلتس فيها؟ What subject do you use tablets N. المواد اللي بتستخدم التابلتس فيها؟ We use tablets in all subjects. كل المواد. من يقول لي has your class A a smart board؟ اخرس. Got. برافو عليك يا شاب، انا كنت عارف ان انت هتعرف. Has و got و have got. Has your class got a smart board? هل فصلكم في smart board? Yes, it has. شو سألني بهذا؟ سؤال إجابته no, we can't use mobile phones in the class. جبت تدي منين؟ ما أنا طالما في no أجيب أنا الفعل من هنا المساعد. Can we دي تتحول ل you، يبقى تقول له can you use mobile phones in your class. هل ينفع تستخدم mobile phones in your class؟ No, we can't use mobile phones in the class. Mona and Rana are going to have lunch. رايحين يتناولوا الغداء.
فبتقول لها جود ايفنينج هاو ار يو رنا، يبقى ترد لها السلام ده تقول لها جود ايفنينج زي ما قالت لها هاو ار يو رنا، ام جريت، ام فاين، ار يو هانجري، يس ايه، برافو، يس اي ام، وات دو وي هاف فور لانش، ندفع ايه على الغداء، جريت اي لايك باستا، ماشي اي ثينك وي هاف باستا او وي شود هاف باستا، جريت اي لايك باستا. سؤال اجابته نو ذير ارنت اني اوليفز. الف مره اقول لك لما تلاقي الاجابه يس ونو تجيب الفعل اللي في الجمله المساعد، يبقى ار ذير اني اوليفز، هل في اي زيتون؟ No, there aren't any olives. لا مفيش أي زيتون. الحمد لله على السلامة معاذ باشا. يلا حبي قول لي كده هنا سؤال إجابته Yes, we have a lot of cheese. طيب هنا have يبقى نقول do. You have a lot of cheese. أنا عندكم جبنة كتير. Do you have any cheese عادي؟ Yes. We have a lot of cheese. I'll add some cheese on the top of it. حط شوية جبنة على الوش. It looks delicious. You are good, a good chef. السؤال الثالث القطعة. Egypt has a lot of interesting food. مصر فيها أكل لذيذ كتير. But my favorite meal is kosher. It's a delicious meal with rice, pasta, and tomatoes. It's very popular. Many people like it. In Morocco, tagine is a traditional meal. Traditional يعني تقليدي, usual يعني. It is a stew with meat, يخنى باللحمة وvegetables الخضار, fruits and spices والفواكه والتوابل. مش قادر اقتنع ازاي نحط الفاكهة على الاكل والطبيخ دي. Its taste is amazing وطعمه رائع. The name tagine comes from the cooking pot. دايما بنتسأل في الحتة دي. Where does the name come from? اسم tagine جاي منين؟ It comes from the cooking pot for this food. جاي من اسم الطاجن اللي بنطبخ فيه. In Kenya, people often make nyama nyero for dinner. بيعملوا الأكلة اللي اسمها nyama nyero. It is a stew. It اللي هي إيه؟ nyama nyero. عبارة عن يخنة with meat and potatoes باللحمة والبطاطس. It is wonderful. رائعة. كابنتا السمك المعفن اللي عامل زي السردين ده. شفنا الطبق ده المرة اللي فاتت. Kapenta is a popular fish type of fish in Zimbabwe. They catch the fish from the lake, بيصطادوا السمك من البحيرة, and dry it in the sun, وينشفوه في الشمس زي الفسيخ المعف. They catch the fish from the lake, قلنا Kapenta بقى is very good for you, دي مفيدة قوي ليك. So you can eat it every day, ممكن تاكل الكابنتا دي كل يوم. Then they often cook it with tomatoes and onions, بيطبخوها بالطماطم والبصل وتبقى ريحتك معفن. It قلنا بتعود على مين؟ نياما نيارو. كابينتا is from Zimbabwe. كلمة traditional. traditional يعني very old, تقليدي قديم. What is the traditional meal in Morocco? It's tagine. What do you think is the best meal for the Egyptians for in this passage? I think it's kosher. Why? Because it's delicious and very popular. لأنه لذيذ وإيه وشائع أو محبوب جدا. Because it's delicious and very popular. طيب يا سيدي. Give a suitable title for this passage. اديني عنوان مناسب للقطعة دي. نقول food in different countries. اللي انت قلتها جميلة والله. بس هو مش كله traditional. عشان كده ما قلتهاش. Food in different countries. قول يا عمر. Don't space anyone your password. Don't tell, don't بيجي بعدها المصدر, don't go, don't run, don't play.
يا فارس I forgot to my mobile phone it will turn off soon I forgot to charge نسيت أشحن تليفوني هيفصل على طول the icon on your mobile phone to open the application كليك دي لما يبقى فيه ماوس أو تابلت أو لابتوب تاب طالما الموبايل فون يبقى تاب المسها بصباع means turn left مين عارف ايوه the sign means turn left اليافطه معناه لف في شمال where space you spend your last holiday يا اكرم بص last دي بتدل على ايه الماضي فين الماضي هنا did لبعد there are a lot of trees in the jungle يوجد أشجار كتير في الغاب فضل جاوبت عاطف you can boil water in a نغلي المية فين مين اللي بيقول تيسبون معلقة الشاي ها فيش غير مين هنا Saucepan. There aren't. مين معاذ? There aren't. There aren't any renters in our class. عشان النفي any. Is a small amount of food you eat. مينة. Small amount of food. يعني حبة أكل كمية صغيرة. Snack. حازم. Ziad has got a new MP3 player اللي بيشغل الموسيقى قول يا حبيبي how pieces of fruit should you have daily how many عشان هي اللي بيجي بعدها جنب تفضل يا صف please mom write me that to cook pizza well recipe من فضلك يا ماما اكتبي لي الريسيبي الوصفه تو كوك بيتزا ولا عشان اعمل بيتزا بشكل كويس يا امل something you buy to remember a holiday سوفينير حاجه بتشتريها علشان تفتكري المكان سوفينير الهديه التذكاريه رودي this space is a big strong building from the past sand castle لا كاسل طبعا القلعه هي مبنى كبير من زمان برافو يا رود I want to go to the space and swim in the sea beach عايز اروح الشاطئ وبلبط في البحر there a little water in the bottle water دي لا تعدي انا عاملها معامله المفرد يبقى there is honey is english book now ها برافو is reading علشان كلمة now عالية is smaller than a computer tablet حبيبة mom adds special that gives amazing taste to food بتضيف spices التوابل عشان تدي الأكل طعم ألذ restaurant doesn't have any fish on the منيو برافو المطعم ده ما فيهوش اي سمك في القائمه on the menu there are some ink on your jacket there is لان ink ده لا يعد ونعمله مفرد برافو حمزه what should they have عشان should لازم معاه مصدر معاذ you don't sleep in a tent yesterday yesterday دي مش عاجباك didn't يلا معاذ مصدر يا معاذ هات لي المصدر من دي listen بس كده سمعوا عليكم listen لازم الامر يبقى في المصدر listen carefully اسمع بشكل كويس to answer the question عشان تجاوب السؤال عمر she talking with her sister at the moment At the moment it is you now, right now, look, listen. عايزة حرفين. بس is talking.
احنا فاكرين ان ناو ورايت ناو وات ذا مومنت دول بيدلوا على المضارع المستمر، يعني ام از ار ونضيف للفعل اي ان جي. شي تاخد از توكينج، وير ديد هي، ديد دي بتجيب لك المصدر يا محترم، اوسخ منه. قول المصدر علشان ديد. جو. The park is to my home. مين اللي بتاخد to؟ next to. The park is next to my home. يعني بجوار منزلي. Do you have some juice? Do you have any juice? كل سنة وانتم طيبين. صلي بينا على النبي، قول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بص يا سيدي، حصة جانا راجع الوحدة الأولى، كلمات الوحدة الأولى تكون محفوظة. راجعنا الأولى والثانية، والحصة الجاية هناخد امتحان على الأولى والثانية، يبقى راجعوا الوحدة الأولى والثانية كويس عشان هناخد عليهم امتحان وهكيش عليه.